ايوه حبيبي، انا اسمي شريف. سواتكس من اصلي، سواتكس معايا معهد فن صناعي، ماشي، ما استنيتش وظيفه الحكومه، بس ان شاء الله بلدنا هتبقى حلوه، وهتبقى جميله، هتبقى قد الدنيا زي ما قال الرئيس. شايف ايه بقى؟ معترض على ايه بس ونصلحه ازاي؟ انا معترض على الحاجه الوحيده، على القيمه المضافه اللي نزلت على الشعب، هي دي الحاجه الوحيده اللي انا زعلان منها، لان ما كانتش وقتها. دي الحاجه الوحيده اللي ما كانتش وقتها. عشان الاسعار عليت يعني؟ العصابه سرقت السكر وسرقوا كل حاجه، ماشي، وبدا يغلوا على الناس، بيتحججوا بالضريبه المضافه. فطبعا لازم 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 يبقى في قوانين تتطبق على الناس كلها. لازم القانون يتطبق على الناس كلها. تمام. لازم يبقى في قانون. وقانون يتغلظ العقوبة، تغليظ العقوبة. تمام. يعني أنت إيه رأيك في الناس اللي بيتقال على البلد اليومين اللي فاتوا؟ لا، بلدنا هتبقى حلوة. بلدنا هتبقى حلوة بس الفساد يخف فينا. والفساد من مين؟ لازم الفساد. محاربة الفساد. الفساد زي الإرهاب. دور مين؟ دور الدولة ولا دورنا ودور الدولة؟ دور الدولة. وإحنا؟ واحنا ما احنا مع الدوله، بس انا عشان اروح ابلغ على واحد مزود في كيلو سكر ولا مزود في علبه السجاير، ما حدش بيسال فيا. الاجهزه مش شغاله كويس مع الرئيس. صح، الاجهزه مش شغاله كويس مع الرئيس. لازم الاجهزه تشتغل مع الراجل. لازم كلنا ايدينا في ايدين بعض، ونخف شويه على الحنفيه، نخف شويه على النور، نخف شويه على البنزين. اللي عنده مشوار مش لازم يروح يجيب السجاير بالعربيه، رايح اجيب مش عارف ايه بالعربيه، خف شويه عشان الزحمه. في والله، والشباب ان شاء الله هيشتغل، بس ارسموا لي السكه، ارسموا لي الطريق عشان الشباب يشتغل. الشباب مش عارف، ما يعرفش. طب ادي يقول لي الشباب ما بيشتغلش ليه؟ ما بيتعلمش حاجه، ما بيعرفش. ما بيعرفش عشان هو مش عايز يعرف ولا ما بيعرفش؟ لا، ما فيش حد وصف له السكه. حضرتك لو جبت سواق ميكروباص، لو جبت سواق ميكروباص ونضفتيه كده حضرتك ولبستيه بدله وقلت له ايه، انت هتقعد عندي 3 اشهر اعلمك ازاي تاكل وتشرب وتتعامل مع الناس، وتاخد بعضك وتركب تركب اتوبيس بدوريه، هيعمل ايه؟ اتفرج، هيفرط في الفرصه. ده دور مين؟ دور الدوله ولا دور النجاح؟ لا، دور الشركات. دور الشركات دي، الشركات اللي تعمل كده. يعني نعمل مدارس للناس عشان نعلمهم الاول وبعدين اه لازم التعليم حضرتك، التعليم والبحث العلمي. الدوله اللي ما فيهاش ولا تعليم ولا بحث علمي عليها العوض فيها. طب ولو قالوا لك احنا عايزين نشتغل بمرتبات عاليه وهو اصلا ما عندوش خبره في الحاجة. لا، مرتبات عاليه ما في منين؟ مرتبات تقدر توازي مع المصاريف اللي احنا فيها. تقدر تبقى متوازنه حضرتك. ما تجيش اخر الشهر ادور على 2000 جنيه استلفهم عشان والشاب اللي بيروح يشتغلوا في الاخر يشرب سجاير ويشرب سجاير ويصرف فلوسه في الهواء. دي حاجه ودي حاجه. البلد مش مريحاني، البلد مش عايزه تريحني، ولا جايبين لي شقه ولا جايب ولا عايز اتجوز. هو مش عايز يشتغل، ده ما بقاش عايز يشتغل. حضرتك مصر عايزه ايه؟ مصر عايزه كلنا قاعدين في بعض. ربنا معانا. تحيا مصر. تحيا مصر.